من المتصل التالي معنا على الخط ونشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا وسهلا، من معي؟ منال عمر دريقان. منال. يا منال، سؤال منال، ايش يقول يا كنترول؟ يعد كلا من النفط والغاز الطبيعي والفحم مثالا على الوقود الاحفوري، ايوه الوقود الاحفوري، ام مواد الطاقة الحرارية الجوفية، ام الوقود الحيوي؟ نحذف لك موارد الطاقة الحرارية الجوفية. الوقود. أيوه هو وقود. هل هو الأحفوري أم الحيوي؟ الحيوي. متأكدة؟ هذا فحم وغاز ومدري إيش، كل ده حيوي ده. اختيار ثاني. و الأحفوري. الأحفوري. الأحفوري الإجابة صحيحة. شكرا للمشاركة. شادي كرام، هاتف برنامج موجود قدامكم على الشاشة، كل عليكم تتصلون تدخلوا معنا على السحب، ومن في نهاية هذه الحلقة راح يكون الرابح معنا. خلينا نشوف من المتصل التالي معنا.